بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقدمه عن تصميم مشروعات ري والصرف، برضه الجزء اللي هو التالي. Design of irrigation channels necessary information for design. في navigation requirement، في characteristic data of channel cross section، longitudinal section for canal، longitudinal section for drain، the bank line، stability of side slopes against slipping، type section for railway bank side canal or drain، type section of railway bank running between canal and drain، expropriation width amount of cut equal amount of fill, exploration with amount of cut أكبر من amount of fill, exploration with amount of cut أقل من amount of fill. Navigation اللي موجودة عندي بيبقى عندي إما مركب واحدة بتعدي أو مركبتين، يبقى في سنجل لاين اللي هي مركب واحدة بتعدي، أو مركبتين اللي هي بنسميها دبل لاين. المينيمم سيكشن فور نافيجيشن، فور نافيجيشن كانال ذير إز إي مينيمم ووتر ديبس أند بيد ويدث فور نافيجيشن كونديشن أكوردينج تو نتيجتلي تو دايمنشن أوف ذا فلويتنج يونتس هي الوحدة الطافية دي and the number of navigation lines، يعني بيعتمد على الوحدة نفسها وعلى الأعداد بتاعتها. Modification of section is necessary، يعني لم if the design section for irrigation is not sufficient، مكانش كافي for navigation requirement، then we have to extra discharge in that section، ندخل discharge كمان زيادة عشان النافيجيشن. A navigation example بقى. A navigation waterway is designed to pass two fluating units، وحدتين 4 متر ويدز و2 متر درافت مغمورين. Determine the excess water discharge for navigation، الزيادة في النافيجيشن، نتيجة النافيجيشن. If the waterway has to pass 12 متر مكعب per second for irrigation proposed and water surface slope 10 سم كل كيلومتر والكنال سايد سلوبس 3:2. لما اجي احل حاجه زي كده انا عندي الوحدات بتاعتي، الجزء المغمور 2 متر والعرض بتاعها 4 متر، دايما بسيب مسافه بينها بين المركب من تحت والقاع يبقى نص متر. لما اجي بالحسابات بتاعتي والميول اللي موجوده عندي هلاقي ان في فرق برضو بين المركب بالجنب مع السايد سلوبس نص متر، واجي احسب هلاقي ان العرض بتاعي يا دوبك من عندي 4 و4 والمسافه بينهم نص متر مثلا، يبقى 8.5، ونتيجه للجناب دي واجي احللها هلاقي مثلا 25 متر العرض هنا و25 25 سم من هنا و25 سم من هنا، يبقى هتقفل ان العرض بتاعها يوصل ل 9 متر للايه للشانلز هتمشي فيها المركبتين دول. طيب يبقى انا البي عندي ب 9 متر، يبقى هقول ان الاريا عباره عن البي بلس 1.5 دي في دي اللي هي الترابيزويد، باصص لان الاريا ب 31 وشويه، المحيط اللي موجود عندي بجيب الدبس انا هنا عندي ما احنا قلنا الدرافت 2.5 يبقى 2.5، وببتدي اشتغل على هذا الاساس بوصل الى انه ما احنا قلنا ميل 3.2، يبقى الزد هنا ب 1.5، بوصل الى ان المحيط 18 متر واقسم ده على ده يجيب لي الايه الويتد اللي هي المين هيدروليك ريديوس. بعد كده بقول ان الكيو لو في نافيجيشن بيبقى 18 وشويه. طب انا عندي الاريجيشن هنا 16، يبقى انا محتاج كام؟ 6 وشويه متر بير سكند، يبقى ده اللي انا هعمله اسمه الاكسس ووتر ديسشارج فور نافيجيشن 6 متر وشويه.
الـ characteristics data of a channel cross section دايما بعمل انا دلوقتي عملت ايه؟ انا دلوقتي لما جيت عملت السكاش اللي خدتها في الاريا سيرفت وجبت الكيلو والاريا سيرفت تيكن ان ديزاين خلاص انا عندي بقى في الووتر ديوتي اور الدرينج فاكتور على حسب ما انا بشتغل وفي الحاله دي بجيب الكيو انا عندي كيو عندي الكيو عندي الاي الكيو في ان على اي اس ونص واروح لوفاء تشارلز اقدر اجيب منها البي والدي واعمل موديفيكيشنز بي ودي وبوصل في الاخر بي ودي فاينل بكام طب انا عندي البي والدي وعندي الاريا وعندي كل حاجه اقدر اجيب الفيلوسيتي واعمل الريماركس بتاعتي دايما التشارلز ده انت شغال في المجال ده يبقى معايا longitudinal section for irrigation channels احنا هنا بنقول لو canals يبقى دلوقتي هقول بالكيلومتر بكذا في land level كذا باجي احطها الهاي ووتر بكام واللو ووتر بكام الهاي ووتر طبعا لها ليفل ولها سلوب واللو ووتر لها ليفل ولها سلوب البيد اللي موجوده عندي لها ليفل ولها سلوب ويدث وعرض ليفل وسلوب ويدث يبقى دلوقتي انا عندي بيت وفي رايت بانك وفي ليفت بانك بنفس الطريقه وحدود الملكيه اللي انا هشتغل بيها وانا بعد ما اعمل كل الكلام ده لازم اعرف التشانلز اللي هتمشي دي محتاجه حدود ملكيه قد ايه واجيب في الحاله دي الاريا سيرفد اللي هتخدمها قد ايه والتشارج والفيلوسيتي لما باجي بمشي في الكنالز طبعا كل شويه البي او عرض القناه بيقل لان الشارج هنا بيقل لو انا جيت عملت لونج ديستنس سيكشنز فور اريجيشن فور درينز بقى الوضع هيختلف شويه ليه لان انا ببتدي هناك كنت ببتدي من الاول للاخر انا ببتدي من الاخر من الاخر للاول وبالتالي انا كل ما بمشي المفروض العرض بيزيد مش بيقل لكن هنا بادي ايه من الاخر للاول من الاخر للاول العكس وبالتالي برضه هتبقى نفس الرسمه بس معروف انها باديه غلط يعني منتهيه المفروض عند زياده مش عند قلالان وبرضه بنفس الطريقه اجيب برضه الكيلومتر بكام واللاند ليفل والرايت والليفت الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل وبعد ما ابتدي اجيب البيد ايه والرايت بانك والليفت بانك وحدود الملكيه والاريا سيرفت و التشارج والفيلوسيتي بنفس الطريقه برضه. في البانك لاينز جريدز اوف كانالز درجتهم اللي هي الدايفرجن ومين وبرانش وديستربيوتر وبرايفت وبرضه بيبقى اجيب الرايز اوف بانك بكام هاي ووتر ليفل والويدز اوف مين بانكس بكام والويدز اوف سكندري بانك بكام. ستابيليتي اوف سايد سلوب اجين سليبنج انا مش عايزها تنهار او تنملي يعني يسموها اللي هي يحصل انهيار او فيلر يبقى الميل عندي 4 لواحد كلي اوف كلي سويل 6 لواحد لو لوم سويل ولو كلي 8 لواحد 10 اند سو اب التايب سيكشن اوف ريلوي لو انا عندي لو هتلاحظ انه العرض هنا لو انا عندي سكه حديد خط واحد غير خطين خطين بتزيد قوي وبتديني المواصفات بتاعتها لو خطين بقى شوف قد ايه بقى بقت العمليه اللي موجوده عندي حدود الملكيه بقى لو الفيلنج بيساوي الكت ده في اول واحده عندي بالشكل المبين ده هو لو هنا ال 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 يعني ال ال الكت اكتر وبالتالي انا محتاج كميه اخلص منها يعني ما عنديش عجز في التراب بالعكس عندي زياده في التراب لو العكس بقى لو انا عندي عندي عجز في التراب ومحتاجه يبقى في الحاله دي بعمل يعني كل التراب مش موازي للردم في الحاله دي ببتدي بقى ان انا احفر في بارو بيتس بستلف بطول ال اخد منه وبعدين في القاع نفسه اللي عندي ببتدي ان انا احفر كل القاع واسيب جزر ما
موجودة بهذا الشكل عشان أعوض كميات الردم اللي أنا محتاجها.